قررت النيابة العامة نظرا بعد دراستها للملف تبين لها بأن الأمر يتعلق بجنحة، لأن حسب مقتضيات 264 من القانون الجنائي هو إهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب، وأحلنا المسطرة برمتها على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للاختصاص. فبادر السيد وكيل الملك إلى متابعتها بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بادر إلى متابعتها بجنحتي الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي و 264 و 442 و 444 المتعلق بجنحة القذف على الاستدعاء الذي وجه إليها لكي تحضر لجلسة 3/4/2018 لمثولي أمام المحكمة.